اهلا بكم الى نشرة اخبارية من تن تي في. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا رويس ماسيو التي وصلت الى القاهرة في وقت مبكر اليوم وتفقدت المصابين المكسيكيين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المكسيكي اعرب خلاله عن خالص تعازيه في وفاة السائحين المكسيكيين واكد متابعته الشخصية لسير التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.